ما حسيت إنه لازم أترك هالبلد، لأنه يعني البلد كان منيح معي، الناس كانوا منيح معي، وأنا بحب البلد. يعني أنا بفهم إنه الشباب الصغار يعني صعب إنه يبنوا مستقبلهم هون ووقت الحرب، بس أنا يعني كبيرة وعشت كل حياتي تقريبا هون، فأنا ما حسيت إنه لازم أترك هالبلد، لأنه يعني البلد كان منيح معي، الناس كانوا منيح معي، وأنا بحب البلد. طلعت لبرا وكنت بالحارة القديمة هون وأنا ماشي هيك، نزل قذيفة قدامي يعني شي 10 متر، أقل من 10 متر قدامي، دخل البيت لمقابيل هون بيت الجيران، وصار كله تراب وهيك ووسخ، بس تعرف بعد ما صار هذا الشيء خلاص صار يعني، وأنا لسه عايشة وما صار لي شيء. وين أنا بدي أدفع؟ أنا كنت الله يعطيك، أنا كنت دائما بقول للبنات المشغل، أنا بقول بس أموت حرقوني وطلعوا الرماد على الجبل القاسيون والسماء، ما حلو هذا الفكرة؟ هذا أنا كنت دائما أفكر.